السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وفق بني آدم ك إلهي سبحانه وتعالى وحوية لي عمري حددا، ما لن بو عمري قيسو بلاب ما إلهي وقدري، ما لن عمري قيسو دماده وقبوبه، ما لن تاو دشائي ما لن تاو دنتي نفت لغا قبطو إن تاو دحيسا يا قفول با عمري قيسا. عمري قبني آدم كويساقو مركه ربا ير، ومد النبي محمدنا ومدا كلاوي كعمري يرتا، سيدو الشيخي النبي جيني محمد عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. عمري قوم الضيدوا لحدا إلا تضباطا سيدا يبدأيهين أرن كودوا غالب ككوي وحيار ضدك نافا تضباطا شر وحنين وكسونا هيمان تمركين حال كين أجنو حتى اللي حدا نشركو ينو ينقو يريهاي وداد كأنو هاي وبدانيهين للي يرو قفك بني آدم كعمري قال إلهي سبحانه وتعالى وسيي وحاول له وحو مرا مراحل كلا دنبيسة مراحل شاسين وي كلا قيمة بدان تاي مرحلة دا وقيمة بدان هدي قفك بني آدم كاي وكفا إيديستو ومرحلة الشباب ومرحلة ذا لليرى النمضة إيضاو قرآن كي يصنوه بسيقو دا يقهد لين وفك بني آدم كاهي عمري حددين وها استينان وسكضيعين إيوكا فايدة استوحا وحا انفعا الدنيا ذا انتو تشوغو إيو وحسا هاي آخرة ونقضى مالين كإلهي سبحانه وتعالى لهرقين أيو وحا سيقارا ورسولك عليه الصلاة والسلام إن بدن وقهد لكسوع العليي مرحلة دا ليرني مدى مرحلة دا ليرني مدى وحي الله دي صفات إيا خصائص تلمامة إيا وحيابا إلا قارتهاي ومرحلة دا قفك بني آدم كاين تبدن وقوعها في مادك بدني ومرحلة دا قفك بني آدم كاي وقفر فرعون يهي ودن ليرتو مدى الآن تمرفر بدن بو إلهي سبحانه وتعالى قفك مرحلة دا سوء قلي ومرحلة دا قفك وقو همية هيكسي بدن يهي ومرحلة دا قفك بني آدم كاي وقو صبر يد القاد بدن يهي ووحي أوفر بدن بو حملي كرا وددك وأوين أما مرحلة دا دا ليرني مولي آن سوء قارن يكو ترى مرحلة الصبا مرحلة دا عرور نمادا يا عيد نمادا آن حملي كرين ومرحلة دا قفك دليرتا أما قفك كتيرا وقوة الدنيا تعليهاي ومقشدة الدنيا دا أمو قطو
iyinda ku haynteedu ayaa ka badan oo ka xoog badan muuqashada aakhira ee uu muuqato. Waxaa ku badan waxa loo yaqaano taswiifka, wixii aan ficilahad iyo jeraale inuu dib u dhigo, idhaahdo weli waqti baan haystaa oo dhalinyar baan ahay, jeer dambaan tukan doonaa, aan soomi doonaa, qur-aan aan akhrisan doonaa, cibaadaan u jeesan doonaa, laakiin hadda dhalinyaranimadayda waan ku baashaalaya, waqtiga uu leeyahay waan ka faa'iidaysan doonaana waa waqti aanu ogeyn inuu gaadi doono. Dhalinyarta Ilaahay damaanad ma siin, nuxurkeedu uu yahay qof dhalinyaro inaanu dhimanahayn, bal taasi waaqaca ayay khilaafsan tahay. Waa in fara badan oo dhalinyaranimada aan dhaafin ee ku dhimata ayaa aad u tiro badan. Qofka dhalinyarta ah inuu wax qaato waxa loo sheegayo u dhug lahaado in xaaladaha kala duwana soo maraya uu ku cibro qaataa way ka yar tahay inta laga helo dadka waaweyn ee marxalada dhalinyaranimo dhaafay. Khibrad fara badan baa adduun iyo aakhiraba ugu dhiman qofka dhalinyarta ah. Taasi waa ta keentay in nebigeenni Muxammed calayhi salaatu wasalaam isagoo si guud ummadda ula taliyey dadka dhalinyarta inuu si gaara ula taliyo oo ula hadlo oo ugu celceliyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Ibnu Cabbaas wuxuu ka wariyey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu nin waaninayay uu ku yidhi iqtanim khamsan qabla khamsin, shan ka faa'iidayso waa shan fursadood oo kusoo maraya, shanta ka dambeeyo fursaddaa ku seejinaya intaanay kusoo gaadhin. Shabaabaka qabla haramik, fursadda koowaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa u sheegay uri ka faa'iidayso waa fursadda dhalinyaranimada inta aanad gaboobin. waxa u muhiimsana lagaga faa'iidaysanayaana waa atazawudu lilaakhira walxirsu cala ataaca wama yuqaribu ila allah wayakunu zaadan ilayh. Waa inuu addoonku qofka dhalinyarta uu ku dadaalo cibaadada uu hoggaansanka Ilaahay subxaana wa tacaala u sahay qaadashada aakhiro iyo waxa maalinta Ilaahay la horgeeyo wuxuu taraaya. wax fara badan baa inta dhalinyarta tahay kuu suurtagala weeyaan macnu oo hadhow toole gabowgu uu kaa hor istaagi doonaa haddii ay geeriyi ku dayso anay dhalinyaranimadaba kuugu iman. kolay dhalinyaranimada gabow baa ka daba iman doona. wasixataka qabla suqmika buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam, caafimaad qabka ka faa'iidayso inta aanu xanuun ku haleelin. wax badan oo caafimaadka kugu suurtagala ayaa cudur markuu yimaado suurtagalaan ku noqonahayn. waa fursad qaaliya caafimaadku. waqinaaka qabla faqrik, qaninimadaada ka faa'iidayso inta aanu faqri ku haleelin. faqrigu dad buu xataa diinta ka saaraa, qaar buu iimaankooda daciifiyaa, cibaadaadka iyo taacada uu ka jeediyaa. faqriga ayaa fitneeya. xoolaad haysataa waa nicmo Ilaahay uga faa'iidaysa inaad Ilaahay subxaana wa tacaala ugu. wa firaaqaka qabla shuqlik, jaaniska iyo firaaqadada haysta ka faa'iidayso wax ku mashquuliya intaanu ku iman. qofka bani aadamka waxaa mashquuliyaana waa fara badan yihi, mas-uuliyaadka ayaa ka mid ah mid guuda ummadda u qabto iyo mid isaga u gaaraba. wa xayaataka qabla mowtik, intaad nooshahay waa fursad nolosha. sahay qaadashaa kuu suurtagala, towbadkeen baa kuu suurtagala oo kuu furan. noloshaada ka sahay qaado, ka faa'iidayso inta aanay geeridu ku iman. geeridu fursado badan bay goynaysaa. alimaam alxaakim baa xadiidkaa wariya, waana xadiid saxiix. haddaad u fiirsato xadiidkan, shanta arrimood ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay, shantuba dhalinyarta way khuseeyaan. dhalinyaranimadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay iyagaabay taasi u gaar tahay. caafimaadkii buu sheego way naga tilmaanay. dhalinyartu dadka waayeelka ah waa ka caafimaad badan yihiin sida qaalibka ah. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay firaaqada, qofka dhalinyartahay
وقتك يا هليلك وهيستاه وكبد يا هي هليلك دتك وين يا هيستان وايو مسؤوليات كويس كرديار مركز توقفك وينادو نولش قفك دليرتاي دتك كلا نولش وين لو داغان لكن سينو شاغني مرحله دا نولش هي كجيران صفات يا خصائص باي ليدهي نولش كو كلا اي كغا سريسو واي كغا دوانتاي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سنو حيري قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي قف كستو بني آدم قمديه سكما السوليان إلهي هرتي ريتاق نادان ويوم القيامة قف البيلهي بأله هرقين دونا سبحانه وتعالى عمل كيسبان إلهي ويدينيا يضعوا عدوك لو ترجمة سهاني تشرين وموقف عظيم وآدي آدوين حتى يسأل عن خمس هل كاسي أيو إلهي ورتاقنان يقفك بني آدم كي يوم القيامة وحالة ديزو سيوا أدكت أي قرآن كي حديث كبين بضل لينو قشاك إلا عشان الريمود لو يديو عن عمره فيما أفناه عمره يسأل لو يدينا عمره يسي كود دمي عمره يسي كود دماني وشكل أنتاس وكل نفس ذائقة الموت بخير يوح أنفعو كل ماي مصدّيع يوح دبوله لا شك عمري قافك لو يدينا يو إن كم تعبر أي وقوقي ما بدن تهاي مرحلة دل يرني مضو وعن شبابه فيما أبله عمري جوا سؤال جود وضد كردن خصيصة دل يري ويلبه دليرا مرحلة دي دليرا نمان السؤال قارا لقوة الدينية دليرا نما دي سمحو كباليي دليرا نما دو ويباليو بسا غفولي قد دليرا هاني يامتشرا داني قيري كصهر مرين قبو با دليرا نما دا كوحيقا وماله من اين اكتصبه وفيما انفقه حولي سألو الدينية حقو مركورة كتب عضا محلال مسحاران حقو سكو بحيي ممال إلهي رأليكو ياهي مثل مال إلهي أنو أقلين وماذا عمل فيما علم علمي سمحو كقع عمل فلي شانتا إلا لو يديال كاسو إلهي سبحانه وتعالى ورتاقناني ترميدي با حديث كاسي وري حديثا واحد حنبار سنتا هاي عباد الله تلوين واوين وآدو قيمة بضان وددك دلي يرتا إباشال كادوية إيا مشغول كيدا كتشرا إن بدنا وكم بدنا واجبات كي حقوق دي عبادات كي رماها سايسيتيين برارو تشينوا وغفلت دا كتو سيريسا إيا إلا وقا قار فربادان يا إلا بين سرتاق إلهي إيا الدار الآخرة إيا قيردو إيا قردان يرى إنا يو إنا يو إيمان كرتو ويا هلالي كرتو أي دوفان كرتو أي قادي كرتو إيا مرحلة دا أي كتيران قيمها إلا دا إلا وقا إلا بين السيدي يا هيدان وقمنا الشن وانا وقفا ايديسن بلغ اياب وان بضان وكميدي مرحلة دي نلوشو دو قيمها بضنايد انه كو خساريان وحان شرف ايا قيمو منفعو ايا واحتر من نباهن لهين بل دي باتاوله سيدا معاسيدا نوعيدا كالدوان ويكميتا ايمان تكواتك او بضان ضروقات النوعية كلا الدوان وقاتك وكميدي هاي حشيشدو هاي كميت هاي خمرق ايه وحياب الله المالا مع سيدا انت فراها بدن موبيلادا ايه آلدها اللقوة حليلاء موح لقدها ودا يحنبار سيهين فاتقوا الله ايها الشباب بل يرى الهي كبغدا ربنا سبحانه وتعالى وحي خلد ايه قابينا وقتوبت كينا فرصدا قالي قانا وحقي ملمويان وحكلا كضيعينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله تذكروا ونكسنا علمي ويلب الله كوإيمان لؤ آخر حصوصا أها بل يرتها وقت قودة شوكتي وحيسين شيرين تلوين قيمة بضا يقو أرنتنا عاسية إلهي وقودوانية سلامر كان كقد ديانا يا النبي قال لي محمد
عليه الصلاة والسلام إذا ليرتئم بدن لتلي الحسن البصري رحمه الله وعالم كم إذا علماء التابعين ورقي صحابة السوقاري وحولي سقود ليرت الله الله يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها لليوري والدي الله طالين إياه آخرة أغادة وناق آخرة رادية فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا خبرتها هي تجاربتها الدنيا النصومرتي وحيابها نكبر النيوحة كمضة وفكها الدو آخرة الراديو آخرها الدو الراديو يدي الدنيا اللي بدأ بوه إليه إلهي بس سبحانه وتعالى وفك آخرة الراديو هم يقيس أوين كدقة الدنيا دي سنة بركين أيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلهي بس سبحانه وتعالى كتاب كده ساكوري ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا ولقي ما أننا رقبوا لقف هم يقيسوا الدنيا ونغضي والدنيا ورادنا يا آخرة إلا وسن والدنيا آخرة لبضب وضح علي البيهقي بقى في كتاب الزهد كوري عبد الله بن عون رقد لي يروح لي رفضي بسن الله تلين يولها الله وحوري معشر الشباب أدرأين الشباب يموتون دلي يرى دلي يرى نمضي أنا إذن دقن همودين إذن كوين إذن دمان هينو قيري ده هاي اللوبين إن بدنبان وآرقني وشاهدان وآهين دلي يرى دمتي ابن أبي الدنيا باكوريي كتاب كيسا العمر والشيب لإرادة عمري قيع الرضا حسن البصري رحمه الله مركل وحوري صغو الله اللاية دادي سقوتي راو ضيال يدل يربع سيقارنا لليرت التلوسي يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاه مركو راو ضياش الله الله وحوري الزرع وحدو قارو واختيقي بسيل كيسة وحلق لسوق اوامح صويلة شرمه مركو دادك الدادة النقضة يو وقادة واحد قارن واختي قدم الله يدين الدنيا ده يسكو إلا بنا حضرنا اللي يرتب الله الله وحيري يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ للي يري أقادة زرع يسقون قارن بوقتك إلا قو سني وحاديعي كرتا عدو الرو يا آفاد كصوه الرياين يكون عال معنا قفكو يسقون داء يقبو وقتي مركا قيري وسرادا اللي لو يكو هايسان قارن با وحديعي كرتا سقو دليارين قيري كود عادو ميمون ابن مهران وحو دليارت كودن شري يا معشر الشباب قوتكم ونشاطكم اجعلوها في طاعة الله دليارين إلهي بايدي سيي حك يا عافمات ربي با سبحانه وتعالى ايدي سيي فرفرعوني يا تمر يا كرتي إلهي طاعة دي سجلية أبو نعيم باكوري في الحلية وحلقا يا أبادتك الدنيا دو قلوبته دو كوة انتهي إنا إلهدان لليرت ما آخرون بألقى لحد ليا الدنيا دو ميان لقى لحد لهاين نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت أبدان آخروك لحد ويهمك الدنيا مركورة إياك بحن بارسما الدنيا إن لو تلمامه والدنيا اللي قد يرقليه باهيدا يوقبا وحكبا باهيدا يوقبا آخرين الحصوصية الله تلمامه وأيو الدنيا ده مركهارة أي قلوبته ده أي قوة انتهي بل يراني ماذا بيسكوا ده سهر باينو الشهرني إن وقفكوا الدنيا ده وهي اللي يهي وهم السربا وهيو سيان الثوري رحمه الله تعالى إمامك حديث يقان كها وحو لليرت كورا شري إذا لم تصلوا اليوم ومتى أي متى تصلون ما أنت هديد أن تكن إذن كورد ليرى وعافمات قبا حب إيو تمر إلهي سبحانه وتعالى إذن سيي وعقلي ربي إذن لما يستري قور ما تكن إسان متى تصلون هدي روح أن تكن إنا مركان وإنا أنه يكون ضمان القاضي إنا دوينا نسو هداد وإنا تمركد وإنا تنماهان إسا سيدا هيد مركض ليرتا هيد حسن البصري رحمه الله
talaad u qiimo badan isagoo dhalinyarta siinaya wuxuu yidhi ya macshara shabaab iyaakum wattaswiif dhalinyaray waxaan idinka digayaa camal wanaagsan oo aad qaban kartaan maanta inaad baridiim ugu dhigtaan sawfa afcal sawfa afcal iska ilaaliya jeer dambaan samayn waqtiga soo socdaan tukan aan soomi qur-aan aan akhrisan digriga aan farabadin waan toobad keeni doonaa haddase dhalinyaronimadaydaan ka faa'iidaysanayaa oo raaxada adduunye ee xaaraanta ah iyo baashaalkeeda aan kaga faa'iidaysanayeen war haddaad naftiina badbaado la doonaysaan taa iska ilaaliya buu ihi ibni abi dunya baa ku wariyay kitaabkiisa qasrulamal la yidhaahdo waxaan leeyahay dhalinyarteenna khayr fara badan baa ka muuqda walilaahi alxamd masaajidadeenna maanta haddaad eegto dadka ku tukanaya inta u badan 90% meelahaas daanay ka badnay ma masaajidada qaarkood waa dad dhalinyaro ah waa arrin qofka muslimka ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinulislaam jecel ummaddiisana wanaagga la jecel ka farxinaysa waxaynu leenahay waa arrin fiican ee waxaad ku dartaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana inaad barataan oo ilaahay diintiisoo aad baran kartaan oo ceelashii looga aroorayay meel walba ay ka qodan yihiin ha ka haraadanaaninayaa shabaab dhalinyaroy ilaahay diintiisa inaad barataan waajib bay idinku tahay adduunyada barashada intaad ku dadaalaysaan in ka badan ku dadaala ilaahay diintiisa barashadeeda marxaladda qiimaha badanna ha dayicina inta aad yaryartihiinna nafihiinna ku laylya oo ku tababara cibaadaadka naftu cibaado way la qabsanaysaa hadhow way u fududaanaysaa haddii kale waxaa kugu dhici kara su'ul khaatima intaad yartahay haddaad cibaado nafta ku tababari weydo markaad weynaatana layl inay yeeli weydo dabeetana cibaado la'aan ilaahay aad ku hor tagto oo khaatimadu sida ay kaaga xumaato ilaahay baynu ka magangelaynaa khaatimo xumo rabbi baanaynu weydiisanaynaa xusnul khaatima اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلحنا وأصلح أمتنا وشبابنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح أمتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.